اهلا بيكم في فيديو جديد مع مهندسه الديكور لميا حسن. تعالوا النهارده من داخل معرض سمارت فرنيتشر نشوف مع بعض المطابخ اللي عندهم. المطابخ اللي عندهم احنا قبل كده اتكلمنا ان المطابخ بتبقى افضل انها تكون على كونتر وبيتكبس عليها طبقه الاتش بي ال، لان هي الوحيده اللي بتتكبس على كونتر، انما بشكل عام في السوق يعني ده مش متوفر كتير. فالبديل هنا بيبقى الام دي اف، وسواء كان مكبوس عليه البي في سي او الميلامين او اي خامه تانية من الخامات دي، زي برضو الاتش بي اللي بيتقبل ان هو يتكبس على الام دي اف. اول حاجه هنشوفها ان دايما العلب، حتى لو كانت المطابخ على ام دي اف، دايما العلب بتاعه الحوض بتبقى على كونتر، يعني دوت الاوبشن ده موجود هنا في سمارت فرنيتشر. زي ما احنا شايفين هنا تقفيل الدرفه بيبقى ممتاز جدا وعندهم الشغل كويس، وفي نوعين من المفصلات احنا بنختارهم من عندهم، في واحد منهم بلوم وبرده عندهم حاجه تاني الماني كويسه. الدرف هنا كل ما بتبقى اصغر كل ما بتبقى بتتحمل اكتر الشغل اللي علينا، لان المفصلات ما بتبقاش شايله كتير قوي معاها. فكل عشان نحل مشكله الام دي اف ديت، فالاحسن ان احنا ناخد درف صغيره. بعد كده برضو تقسيمات المطبخ نفسها، يعني لما بنشتغل بالميكانيزم زي هنا، زي الوحدات اللي هي فيها ستانلس من جوه ومثلا للزيت او للتوابل او كده، فده بيبقى فعلا عملي جدا في المطابخ وفي تنظيم المطبخ نفسه. في طبعا بنبقى وحده الغساله بتبقى موجوده على دايما على يمين ست البيت، لو ما كانش وحده غساله بنغطيها بنفس الطبقه او بنفس الدرفه، فطبعا بتدي شياكه اعلى للمطبخ. بس في نفس الوقت برضو لو سبناها واخترنا الاجهزه كلها نفس اللون، زي الثلاجه زي البوتاجاز زي غساله الاطباق، بيبقى كله نفس اللون، بيبقى كويس جدا في الموضوع ده. بالنسبه للتقسيم نفسه، يعني كل ما بنقسم المطبخ على ادراج بتبقى طبعا الفايده احسن كتير في ترتيب لست البيت، وده بيبقى مهم جدا ان احنا بنشتغل في المطبخ واحنا مرتاحين، مش الموضوع مش يعني درف وخلاص، فما بنقدرش ننظم زي الادراج. طبعا الادراج بتبقى مكلفه شويه نظرا لان بيبقى فيها المفصلات، والمفصلات هنا خصوصا لو كانت سوفت كلوز اللي هي بتقفل لوحدها، يعني بنيجي للاخر لما نسيبها كده بتروح بتقفل لوحدها وما بتعملش صوت جامد، فده برضو بتبقى اوبشن من الحاجات الحلوه. وكمان المفصلات لازم تكون كويسه قوي مع الشغل بتاع المطبخ. في بتبقى وحدات كتير، خلينا نتكلم الاول دوت مثلا البي في سي، ودوت هنا شكل كلاسيك شويه اللي هو مش متقسم بتدريجات كده، غير الشكل العادي اللي هو دوت بيبقى الميلامين، او برضو في منه البي في اس، والدرفه بقى سواء انت عايز تعملها ازاز شفاف، وطبعا ازاز الشفاف بيبقى محتاج ترتيب جامد جدا وراه، حد منظم جدا، فلو الموضوع النظام ده مش موجود طول الوقت فممكن نستخدم الدرفه المصنفره الازاز. احسن الدرف في رايي انا هي الدرفه الساده خالص اللي هي دي، لان تنظيفها طبعا بسيط جدا سهل جدا، مفيش اي مشاكل في تنظيفها، ما كمان مفيش الوصلات اللي موجوده هنا. لو الكاميرا قربت شويه هنلاقي ان في هنا وصلات مع الوقت ممكن تختلف، فالدرفه الساده على طول ديت بتبقى طبعا افضل في الاستعمال لفترات طويله جدا. بالنسبه لحوض المطبخ، ناس كتير بتسال عن حوض المطبخ. حوض المطبخ كل ما بيكبر كل لما بيبقى مريح جدا لست البيت، وبيبقى فيه وحده صغيره بتتشال وتتحط صفايه هنا للمطبخ. طبعا كل ما بتبقى كبيره كده فانت بتحطي اي حاجه هنا، اي حاجه يعني صينيه كبيره او حاجه، فبتغسليها بمنتهى البساطه واحسن كتير. لو شفنا هنا الحوض بتبقى نازله الحله بالشكل دوت، فلو الحله نفسها المهم المساحه ديت هي اللي تبقى واخده الحوض من جوه، المساحه اللي بره بتبقى اكبر شويه من
الحوض، من وحدة الحوض نفسها. برضو هنا في ميكانيزم تاني، لو جينا الناحية التانية شفناه، ده بيبقى عملي جدا علشان نستخدم الاماكن اللي جوه الهيدن دي، فبتبقى هنا بتخرج كاملة الماجيك دي، فبتبقى طبعا مريحة جدا، وهي بتبقى اتنين، واحدة فوق واحدة تحت، فبنستخدم الستين سنتي المخفيين لجوه دول، فبتبقى طبعا عملي جدا. وبما اننا دفعنا تمن الوحدة اللي جوه ولازم ان احنا نستفيد بالمساحة بتاعتها. طبعا كل ما بنستخدم ميكانيزم في المطبخ بيبقى اشيك كتير وبيبقى مريح جدا. الحل التاني ان احنا نستعملها بتبقى زي درف عادية خالص، لو الكاميرا قربت الناحية دي كده هتشوفها، هتلاقي ان هي ضرفة لجوه كاملة لغاية الستين سنتي، برضو بتبقى ممكن ان هي تبقى عملي شوية معانا، انما طبعا لو في ميكانيزم بيبقى عملي كتير لانه بيطلع لنا لغاية برة، وبالتالي ان احنا بنقدر نشوفه ونستخدم الحاجة اللي جوه، انما هنا عشان انا ادخل كده ده ما بيبقاش سهل قوي. طبعا الوحدات الارفف بتبقى وحدات لطيفة جدا، وهي خصوصا في الشكل الجمالي للمطبخ، بس طبعا محتاجة عناية كتير جدا في الاستخدام. بالنسبة للناس اللي بتسأل هل نعمل المطبخ لون واحد ولا اتنين، الترند رايت دلوقتي بيبقى لونين مع بعض، والحقيقة هو بيبقى شيك قوي وبيبقى جميل، وبنقدر ننوع هنا من مثلا العظم بتاع المطبخ كله او العلب الاساسية كلها لون، وهنا الضرفة بتبقى لون مختلف معاه. فهو دوت اللي احنا بنتكلم عليه. برضو المقابض، في ناس مادام احنا الدرف نفسها سوري الادراج لازم بتيجي المقبض بالعرض كده، فممكن ان احنا نعمل الدرف بقى نفسها يا بالطول يا بالعرض، مفيش مشكله. هو هنا استخدمها كلها بالعرض وفعلا شكلها جميل جدا. بالنسبه لتقسيمه المطبخ نفسها، لو انت عندك المساحه دي بس والمطبخ مقفول ودي مساحه تعتبر معقوله، فلو احنا فتحنا الحيطه دي تماما بتاعه المطبخ، بنقدر نستخدم هنا ترابيزه للاعياد وللاكل عليها، ودي بتساعد فعلا على نظافه البيت كله، خصوصا وقت الصبح والوقت اللي الحاجه بتبقى فيه مستعجلين عليها. فبدل الحيطه الكامله هنا بنشيلها وبنستخدم الجزيره اللي في النص ديت. برضو هنا لو احنا نقدر نعمل كده، لو في حيطتين ممكن نشيلهم يبقى برضو ممتاز جدا. برضو البوتاجازات البلت ان طبعا بتبقى شيك جدا وبتبقى عملي كمان. في ناس بتفضل الوحده اللي على بعضها، وفي ناس بتفضل دوت، والاثنين عملي والاثنين كويسين على حسب البادجت بتاعتنا، لان افتكر ان البلت ان بتبقى اغلى شويه. في الحاله ديت لما بيبقى البوتاجاز بلت ان بيبقى الفرن لوحده، وطبعا بتختاري المقاس اللي انت بتحتاجيه، لان في ناس ما بيكفيهاش الفرن الصغير دوت، فساعتها بتضطر ان هي تجيب اكبر يا اما تجيب الفرن الوحده اللي كامله مع بعضها. برضو هنا ده ميكانيزم تاني، كل لما بيكتر الحاجات دي كل ما بيساعدك على التنظيف وبيساعدك على النظام في المطبخ اللي عندنا. لغاية هنا خلينا نعمل فيديو تاني عن الخامات اللي في المطبخ، ونشوف الالوان اللي موجودة في الفيديو التاني، وكمان الكاونتر توب اللي هو سواء كان جرانيت او كوارتز. وإلى اللقاء في فيديو جديد مع مهندس الديكور لميا حسن. ما تنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب وشير، وأشوفكم في فيديو جديد عن كل ما يخص الديكور والتشطيبات